عايز اتكلم معاك عن حاجة مهمة جدا ادت الى وجود ازدهار في عدد المشاهدات وازدهار في عدد الساعات وازدهار في المشتركين وازدهار في الارباح وازدهار كمان في مرات الظهور سواء على الفيديوهات او البث المباشر وازدهار في عدد مشاهدات البث المباشر وازدهار في المشاركات. كل الكلام اللي قدام حضرتك ده ما جاش من فراغ، يعني لازم تكون عارف واتكلمت كتير في الموضوع ده، بس برضو انت لسه مقتنع بينك وبين نفسك يا متوحد يا فكرة انت بتنشر فيديوهات كتير، ايه السبب وليه بتعمل كده؟ انا بعمل كده علشان دي تكون النتيجة. لو جينا بصينا مع بعض على المنتدى هتلاقيني قبل 19 يوم ساعة، قبل 23 ساعة، قبل يوم، قبل يوم، قبل يوم، قبل يوم، قبل يومين، قبل يومين، قبل يومين شغال بشكل مستمر بشكر الناس متواجد معاهم. ولو جيت بصيت برضو على المحتوى ككل هتلاقيني نزلت ادي فيديو 2 3 4 5 و5 10 و5 15 في 3 ايام، يعني بمثابة كل يوم 5 فيديوهات. انت متخيل حضرتك؟ ده كله ادى الى ازدهار المشاهدات وازدهار الارباح وازدهار الساعات. دي القاعدة اللي انا شغال عليها، اللي عملت 119 فيديو وما زلت بشكل مستمر بعمل محتوى جاهز اهو قدام حضرتك، وبعمل فيديو دلوقتي توضيحي. يعني لو جيت بصيت معايا على مستوى العرض غير مدرج وشفت هتلاقي ادي فيديو 2، ولسه لغايه دلوقتي بعمل لك الفيديو الثالث، وهعمل الفيديو الرابع، وهعمل بث مباشر ان شاء الله بفضل الله. بس عايز اقول لك حاجه صغيره، لان البعض من حضراتكم بيبدا يقول لك طيب انا هنشئ فيديوهات كتير علشان احصد على مشاهدات زي المتوحد فكره واجيب بالفعل مشاهدات وعدد ساعات كويس. اعذرني جدا، بجد اعذرني. ليه؟ لان حضرتك لازم تكون عارف انك ممكن بالفعل تكسر فيديوهات بس مفيش نتيجة، وهنا لازم تقف قدام نفسك وتعالج اخطائك. لان انا جات لي فترة من الفترات بكسب بالفعل محتوايا ما كانش فيه نتيجة، واكتشفت مع الوقت وبقى الوقت يعد عليا اقول انا لازم اتطور في جزئية، ما لازم اركز على الريتم ده. كل الكلام اللي ممكن اقوله لحضرتك دلوقتي هو دلائل على كلام السابقة، وبرضه خطأ كبير جدا ان حضرتك تسمع لشخص في الكومنتات يقول لك انت بتنزل جديد وانا لغيت اشتراكي. يمشي ويجي غيره 5، يروح اللي يروح وانت استمر في انشاء المحتوى طالما محتواك قيم. في كل مرة حضرتك بتنزل فيها فيديو انت بتتكلم عن حاجة جديدة، زي مثلا القناة هكرت، دي حاجة جديدة، زي مثلا الفيديو التاني وهو فيديو خاص وتوضيحي ان البدايات مش كل حاجة، الفيديو انخفاض المشاهدة كان بث مباشر، نيجي على فكرة وهي توضيح والناس تفهم ويكون عندها وعي كبير جدا بان عملية التشكرات ليست الا دعم من قبل منشئ المحتوى. وبصراحة عجبني جدا الكومنت ده، كومنت من اخويا هاند ماي بقول لك يا ريت يا يوسف تقرا الكومنت ده كامل وتبقى تقول رأيك. الكلام ده اجتماعيا ميزة التشكرات ليست شحاتة بل محبة صادقة من المشاهد لمنشئ المحتوى. اما علميا بالنسبة لليوتيوب فلازم نفهم ان اليوتيوب قبل ميزة التشكرات كان منشئ المحتوى يضع روابط خارجية للدعم المادي من المشاهد، فاليوتيوب قرر يعملها في فيديوهاته، وده ميزة اليوتيوب تم طرحها لمنشئ المحتوى. وهنا انخفاض المشاهدات في فيديو توضيحي وكمان تحويل ارباح الناس سألت عليها والصورة المصغرة والبودكاست وزادت الارباح بالمصادر الخارجية ومشاهدات شهر سبتمبر وتكثف مجهودك اللي اتكلمت عليه امبارح واللي بطلع لك اقول لك توضيح دلوقتي، ودلائل على مدى اهمية تكثيف مجهودك وشغلك، وانه خصم 20 دولار والمحتوى الصوري وبالسن وانك لازم تتعلم والحقيقة وراء حذف او حظر الاعلان، كل كلام وتشكرات وقت المتوحد، كل الكلام ده انا شايف ان مفيش فيديو زي التاني. بس للأسف الشديد انت بتقابل منشئ محتوى هو بس بياخد اول كلمتين وبيطلع من الفيديو، ما بيفهمش ايه المراد من الفيديو وايه المغزى من الفيديو، ولو كمل الفيديو للنهاية انا متأكد انه هيتعلم حاجة جديدة.
فلازم تركز ان الازدهار ده مجاش من فراغ، بل باستخدام المنتدى بشكل مستمر. البث المباشر ده مجاش من فراغ، بل عن طريق انشاء بث مباشر بشكل يومي مع المتابع. المتابع بدأت تحطه في زون ان انا يوسف اصلا ما بشتغلش غير على البث المباشر، يعني حضرتك تطلع بث مباشر اقفل معاك اطلع اشتغل. الحاجات دي كلها انت كمنشئ محتوى بتأسسها في جمهورك، ولازم تكون عارف ان لو مفيش مقابل لمجهودك فحاول تطور من نفسك. لو مفيش مقابل لمجهودك حاول تعرف العيب والغلط فين. لو مفيش افكار فاستنى الفيديو اللي جاي هوضح لك ازاي تقدر تجيب افكار. وعلى فكرة الكلام ده كله انا كاتبه في صفحتي على الفيسبوك. لو جينا بصينا على فكرتي على الفيسبوك اتمنى انك تقرأ الكلام ده، لان الكلام ده فيه قواعد مهمة جدا ممكن حضرتك ما تاخدهاش او متشوفها بمحمل الجد وانت بتتكلم عن اليوتيوب او بتسمع فيديو عن اليوتيوب، لكن ممكن وانت بتقراها تفهم اكتر. حاول على قد ما اقدر ان انزل نفس الكلام اللي قلته على الفيسبوك في المنتدى ان شاء الله، وانزله بشكل توضيحي. شكل انت في مشكلة، وانزله بشكل توضيحي للكل. تعالي هنا ثواني شغال هنا. لا مش شغال برضه، النت فيه مشكلة، ولكن هنزله بشكل توضيحي علشان الناس تفهم مدى أهمية إنشاء المحتوى بشكل مستمر. حاجة أخيرة وحاجة أكيدة لازم برضه تركز عليها، إن التعليقات اللي بتجيلك في الكومنتات مهما كانت سلبية هي مجرد رأي لشخص واحد ما بين الآلاف، لأ ما بين الملايين من الناس اللي هتشاهدك. أنت بتعمل تاريخ على اليوتيوب. لو قالوا لي من اول ما بدأت على اليوتيوب ان انا هقدر اعمل 9,575,000 مشاهدة، اي اكتر من عدد سكان الشرقية المحافظة اللي انا فيها، ما كنتش تخيلت ان انا ممكن اعمل كده. وكنت قلت بيني وبين نفسي لا ده انا محتاج سنين ضوئية. ما عدتش السنين الضوئية ولقيت نفسي حققت الهدف والمراد، وحلمي دلوقتي ان انا اوصل ل 100 مليون مشاهدة. انت تفكيرك ايه؟ حلمك ايه؟ والحلم ده هيجي من غير معافرة؟ اعتقد لا. فحضرتك لازم تعيد حساباتك علشان تفهم ان مقياس النجاح اهو مثلا معادلة يوتيوبية واضحة، زيادة عدد الفيديوهات، زيادة الوصول، زيادة المشاهدات، المشتركين، الارباح. دي القاعدة الاولى لنجاح اليوتيوب. ركز على انتاج المحتوى. يا متوحد يا فكرة، الجودة، الجودة ولا الكمية؟ ليه مش الاتنين مع بعض؟ حضرتك تقدر، صدقني تقدر الاتنين مع بعض. في استراتيجية جديدة للحصول على محتوى ناجح هبدأ اعملها في فيديو، انا كاتب شوية كلام كده ان شاء الله، اتمنى ان هو يعجبك. بالتوفيق للجميع، نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد توضيحي ازاي تحصل على محتوى ناجح على اليوتيوب. مش معنى ان حضرتك بتتابع قنوات تانية ان حضرتك سارق المحتوى، ده تنافس وانت تقدر تتنافس اكتر منه. صدقني الموضوع ده عادي ايزي. شوف واسمع لغير وانت طور من نفسك باسلوبك، دي مش حاجه تزعل اطلاقا. انا اعرف ناس بتروح تجيب نفس الفيديو زي ما هو وتاخده زي ما هو وتحطه زي ما هو بصوره مصغره بالعنوان بكل حاجه، وبينجح عندهم اكتر من الشخص الاساسي. ليه؟ لان اسلوبهم ذو قيمه، حتى لو واخده من عندي فهو اسلوبه افضل من اسلوبي، مفيش اي مشكله. وانا حاجه اعترف بيها وما تزعلنيش اطلاقا، ان انا ممكن اجيب او حد ياخد مني فيديو يعمله بشكل افضل مني. خد بالك لو لقيت الفيديو ده ناجح في قناة صغيرة فاعرف ان الموضوع او المحتوى ده حلو جدا، ابدأ انتجه بشكل مستمر في قناتك. شكرا للجميع، نتقابل في فيديو جديد في المتوحد فكرة، اللي دايما في خدمتك على فكرة. ما تنساش الاشتراك واللايك والكومنت الايجابي، فالكومنت الايجابي هو سبب سعادتي على اليوتيوب. شكرا.